الغرب يخطط لإعادة إعمار أوكرانيا، وموسكو تخطط لفرض الاستسلام الشامل عليها كشرط أول لوقف الحرب. والاتفاق النووي مات ولم يمت، المشيعون على موعد لاستئناف المفاوضات بمعزين لا يريدون البكاء عليه. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وكانت هذه العناوين في ملفنا الأول. وفي التفاصيل، التعهدات الغربية لإعادة إعمار أوكرانيا تنطوي على معنيين، لا يقول المسؤولون الغربيون أيهما يقصدون، تمويل إعادة الإعمار أم تمويل إدارة الحرب. أما موسكو فتخطط لشيء آخر تماما. مؤتمر لوغانو في سويسرا يسعى لوضع خارطة طريق تشمل تمويلات تبلغ 100 مليار يورو، مبلغ يغطي نصف الحاجة لإعادة الإعمار، لكنه يغطي كلفة 20 شهرا من الحرب. الأصوات الغربية مسموعة في الاتجاهين، وكييف لم ترفع إلا صوت القتال حتى يتم تحرير كل الأراضي الأوكرانية شرقا وجنوبا، ولا تفاوض من موقع ضعف. لا يقتصر الأمر على الرئيس زيلينسكي، فرئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو قالت لصحيفة التلغراف البريطانية، قالت إن الحرب هي الحل الوحيد حتى ولو ارتفعت الخسائر. سقوط ليتسيتشانكس بعد سيفرودونيسك وخيرسون وماريبول وخاركيف وغيرها يكشف عن فارق القوة بين الطرفين، وعن بطء إمدادات السلاح إلى أوكرانيا، وعن تفاوت الوعود. موسكو تعلي خطاب الظفر وتطالب كييف بشروط أولها الاستسلام الشامل. أما الغرب فيخطط بالمال لما بعد الحرب ولتمويل إدارتها إذا ما طالت وإذا امتلأت حسابات الوعود. فلماذا يجمع المال لإعادة الإعمار قبل نهاية الحرب؟ وهل يتسرب المال الغربي لتمويل إدارة الحرب؟ وهل ترضخ كييف لشروط موسكو في السلام؟ مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الحوار، أرحب بضيفي من موسكو السيد إفغيني سيدروف الباحث السياسي، وأيضا معنا من مدينة جنيف عبر سكايب الدكتور حسني العبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا وسهلا بكم، وأبدأ من موسكو. أستاذ إفغيني، صحيح أن روسيا تحكم السيطرة على إقليم لوغانسك وهي تتقدم على الأرض، ولكن على الطرف الآخر الجانب الغربي كلما تقدمت روسيا أكثر كلما زاد من دعمه ومساندته لأوكرانيا بالمال والعتاد السلاح، وما يجري في سويسرا خير دليل على ذلك. إذن هي فرحة روسية منقوصة، ليس كذلك؟ نعم، ولكن من اللافت هنا أن نشير إلى تفاوت أولا الأرقام التي يريدها كل من الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء سيد شميغال، وهذا الفرق ليس بقليل، لأن زيلينسكي تحدث عن مليار عن تريليون دولار مطلوب لإعادة إعمار أوكرانيا، بينما رئيس الوزراء اليوم في أثناء مؤتمر لوغانو نوه برقم آخر وهو 750 مليار دولار. لابد من القول إن حتى هذين الرقمين لا يمكن الاستناد إليها لبناء أي خطط متعلقة بإعادة الإعمار، طالما أن العملية العسكرية الروسية ما زالت مستمرة، وذلك يعني يعطي لنا الأساس للاعتقاد بأن أي خطة وأي أرقام هي ربما قيد التساؤل الكبير الآن في هذا الوقت بالذات، عندما نرى أن روسيا وبعد السيطرة على مدينة ليتسيتشانسك وإقامة السيطرة على جمهورية أو مقاطعة لوغانسك بكامل أراضيها سوف تواصل هذه العملية بكل تأكيد، وبالتالي لنعلم ما هي نتيجة نهائية للعملية العسكرية الروسية وتداعياتها أيضا على الاقتصاد الأوكراني.
دكتور حسني، أهلا وسهلا بك من جديد. المنطق يقول أن الحرب تنتهي ومن ثم يبدأ الحديث عن إعادة الإعمار ورصد الأموال والمؤتمرات لهذا الغرض، ألا يبدو الأمر ربما غير منطقي؟ الحرب في ذروتها، الروس يتقدمون يقضمون الأراضي الأوكرانية، تنتزع الأراضي من سيادة أوكرانيا، والغرب يتحدث عن إعادة الإعمار ويرصد أموال. يعني هناك أسباب عديدة تفسر هذه المقاربة الاستباقية للغرب الذي عودنا دائما على مؤتمرات خاصة بإعادة بناء دول انهارت بعد حروب ونزاعات، أو حتى كذلك إنشاء صناديق لإعادة بناء البنية التحتية. أولا رسالة للأوكرانيين ورسالة حتى للدول الغربية القول بأن في النهاية أوروبا والدول الأطلسي ليست فقط مع المجهود الحربي، وإنما هي كذلك تريد البناء أو تريد السلم. وهذه رسالة مهمة جدا للداخل، الداخل الأوروبي، للداخل الغربي، لأن هناك أصوات تقول بأنه لا يمكن أن نمول الحرب ويجب أن نعمل على أجل السلام. الرسالة الثانية موجهة للأوكرانيين والقيادة الأوكرانية التي انتقدت العديد من القيادات السياسية بما فيها ماكرون، وبالقول بأن في النهاية الغرب ما زال معكم ويساعدكم عسكريا، وفي نفس الوقت هو كذلك يريد أو يحضر لبناء وإعادة بناء أوكرانيا. لأن هذا المؤتمر هو ليس قمة سياسية، هو مؤتمر يمكن نقول بأنه مؤتمر تقني فقط لرسم حاجيات وكذلك وبناء خارطة طريق لما تحتاجه أوكرانيا عندما تضع الحرب أو أوزارها. وفي نفس الوقت رأينا يعني تمثيل النسبي أو المنخفض نوعا ما يدل على أساس أن الغرب كذلك غير متحمس جدا لهكذا مؤتمرات، نظرا لأن الأولويات ما زالت بعيدة عن أولوية البناء إعادة البناء. ولكن بنفس الوقت دكتور حسني تقول أنها رسالة أوروبية للتضامن وأن الغرب مع أوكرانيا في الحرب وأيضا في إعادة الإعمار، ولكن حتى هذه الرسالة ألا تبدو لك منقوصة بعض الشيء، لأنها لا تلبي ولو نصف الأرقام التي يطالب بها الأوكرانيون والذين يعتقدون أنها ستكون ربما كافية لإعادة الإعمار؟ هم يتحدثون عن تريليون وعن 750 مليار، والرقم الموجود الآن 100 فقط. صحيح، لكن يعني كما تعلم هناك انتقادات حادة موجهة للقادة في أوكرانيا لسوء الإدارة. يعني كما أوكرانيا موجودة تقريبا في وضع غير جيد في مستوى ويسمى بسلم منظمة الشفافية، على أساس أنه ليست هناك شفافية حول صرف المال العام. هناك تخوف كذلك من أن هذه الأموال يمكن أن استعمالها في اتجاهات أخرى غير اتجاهات إعادة البناء، ولذلك هناك تريث. هي وعود مثل أي مؤتمر، لكن أعتقد إذا وقفت الحرب، وربما هذه في النهاية هذا المؤتمر هو كذلك للقادة الأوكرانيين بحثهم من أجل أن تكون أو موقفهم يكون أكثر اعتدال، ومقابل الاعتدال يمكن أن يكون مجهود اقتصادي ومساعدة أكبر بكثير. أستاذ يفغيني، هنا موسكو كيف تفهم هذه الأرقام التي خرج بها المؤتمر في سويسرا؟ يتحدث عن 100 مليار، هي تكفي لنصف إعادة الإعمار وتغطي 20 شهرا من الحرب، هذه الجزئية بالتحديد 20 شهرا من الحرب، كيف تفهمها موسكو؟ موسكو لم تعلق حتى الآن لا على مثل هذه الأرقام ولا على مؤتمر لوغانوك بحد ذاته. ولكن من الملفت هنا باعتقادي أمر آخر، وهو أن أوكرانيا كانت تنتشر فيها وقائع الفساد حتى قبل بداية الثورات وحتى قبل بداية الانتفاضة التي حدثت، وموسكو كما هو معروف تسميها بانقلاب عام 2014، ما أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. مشكلة الفساد كانت قائمة وكانت أحد الحواجز الرئيسية التي تعترض طريق أوكرانيا إلى سواء للانضمام إلى الناتو أو للاتحاد الأوروبي. وبالتالي هناك ربما أمور يعني يمكن أن تفسر هذا الرقم المتواضع نسبيا طبعا بالمقارنة مع تلك الأرقام التي يريدها كبار المسؤولين الأوكرانيين، وهو الحذر الأوروبي من أن هذه الأموال يمكن
أن تذهب ربما لا أقول أدراج الرياح، وإنما سوف ولكن أستاذ يفجيني ربما هذا الأمر يحتاج إلى حلقة منفصلة، ولكن هنا نتحدث عن الحرب. هل تفهم موسكو أن 20 شهرا من الحرب رصدت له الأموال؟ هل يعطي إشارات إلى المدى الزمني، إلى السقف الزمني الذي يريد الغرب فيه أن يستنزف الروس بأن يقعوا في مستنقع بحرب طويلة؟ هل فهمت إشارات من هذا النوع؟ لا، ليس هناك من إشارات، ولكن الملفت هنا أن روسيا تشير إلى أن الحديث لا يدور عن استنزاف أو إنهاك روسيا، وإنما إنهاك الجيش الأوكراني، وأيضا إنهاك الدول الأوروبية التي تتحدث عن زيادة امداداتها من الأسلحة. آجلا أم عاجلا سوف ينتهي حتى احتياطي أو مخزون الأسلحة التي بحوزة الدول الغربية نفسها، وهناك أقاويل بأن بعض الدول الغربية لا ترضى بما تطالب به أوكرانيا على هذا الصعيد، ومن هنا نرى أن ربما هناك مؤشرات تدل على الانقسام في المعسكر الأوروبي بشأن فائدة استمرار تدفقات وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لا سيما بالأعداد التي تطالب بها القيادة الأوكرانية. دكتور حسني، بالمراهنة على عامل الزمن ورصد أموال لاستمرار الحرب على الأقل 20 شهرا قادمة، ربما للغرب وجهة نظر بأن يورط الروس أكثر، ولكن ماذا إن حسم الروس المعركة قبل هذا الموعد، قبل هذا التوقيت؟ هم يتقدمون، صحيح أنهم يتقدمون ببطء، ولكنهم يتقدمون. يعني هناك خبراء عسكريين، ولست خبير عسكري، يقولون في الغرب بأن يعني هذه الصائفة هي آخر فرصة بالنسبة للغرب إذا أراد فعلا أن يكون هناك ميزان القوى لصالح أوكرانيا، وتستطيع أوكرانيا في النهاية تتفاوض من موضع أفضل بكثير مما عليه اليوم. وحثوا الدول الغربية لمضاعفة دعمهم العسكري، مضاعفة المجهود الحربي، لكن أعتقد أن عامل الوقت هو يستعمل من قبل الطرفين. يعني يجب أن ننسى بأن الدول الحلف الأطلسي مقدرتهم مخزونهم العسكري أكبر بكثير من مخزون روسيا. صحيح أن روسيا قوة عسكرية فتاكة هائلة، لكن يجب أن ننسى بأن الدخل القومي الروسي هو يشابه دخل قومي دولة متوسطة في أوروبا، وهي مثلا إسبانيا. وكذلك أوروبا تعول على عامل الزمن بالنسبة لأوروبا، سواء حرب استنزاف أو كذلك تباطؤ كبير في الاقتصاد. ورأينا أن هناك بعض العوامل كما يقولون مؤشرات لهذا التباطؤ في الاقتصاد. صحيح أن أوروبا في مرحلة كذلك مرحلة تضخم، لكن رأينا مثلا في أزمة الكوفيد، في أزمة جائحة الكوفيد، أن لديها قدرة كبيرة على امتصاص أزمات اقتصادية مهمة جدا والاستمرار في هذا المجهود الحربي. نعم صحيح هناك تخوف، ولذلك أعتقد أنه في هذه الأسابيع سيكون هناك قرار حاسم من قبل الدول الغربية الأطلسية أو لا بمضاعفة يعني العمل العسكري. البعض يقولون بأن هذه الفرصة الأخيرة، لأن إذا تركنا روسيا في النهاية تسيطر على المنطقة الشرقية مرقة دونباس، فإن حظوظ روسيا في التفاوض أكثر بكثير مما هي عليه بالأمس. وعلى ذكر التفاوض دكتور حسني، روسيا واضحة هي تريد أن توقع أوكرانيا على وثيقة استسلام مذل، وهي تتقدم بهذا الاتجاه، وما تقدمها العسكري إلا يوفر لها ربما زخما إضافيا للإصرار على هذا الموقف، مقابل موقف أوكراني يطالب وبحت الأصوات الأوكرانية التي تطالب بأسلحة نوعية لقلب المعادلة في الميدان، ويبدو أن الغرب لا يستجيب. صحيح، الغرب منذ البداية ولا يريد في النهاية أن يكون طرفا في هذه الحرب. صحيح أنه الآن يعني يرسل شحنات عسكرية مهمة، أصبح الداعم الأساسي للحرب في أوكرانيا، لكن لا يريد في النهاية تجاوز هذا الخط الأحمر وأن يكون طرفا في النزاع الدائر. النقطة الأخيرة هو أن بالنسبة للدول الغربية كما تفضلت في مقدمتك، ليست كلهم على قلب واحد. يعني هناك صحيح فروقات كبيرة بين موقف إيطاليا وبين مثلا موقف بريطانيا، هناك الصقور والحمائم، وهذه النقطة مهمة. قضية الاقتصاد، قضية الامدادات الغازية، كلها عوامل مؤثرة على الداخل الأوروبي، وهذا ضعف الدول الغربية والأعضاء الحلف الأطلسي، هي قضية هشاشة الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي إذا ما دامت هذه الحرب.
طيب هنا أستاذ يفجيني، روسيا تقول على لسان مسؤوليها بأنها تريد استسلاما كاملا للأوكرانيين حتى تتفاوض معهم على ربما اتفاق ينهي هذه الحرب، ولكن أستاذ يفجيني أليست هذه السقوف العالية هي محرجة للروس قبل غيرهم؟ قدموا الكثير من الوعود حتى على لسان الرئيس بوتين، قدم الكثير من الوعود ولكنه تراجع عنها حتى تفاجأ المراقبون بمواقفه، مثلا حينما هدد بانضمام السويد وفنلندا إلى الأطلسي قال سيكون الرد غير متوقع، وإذا بنا نسمع تصريحات هافتة من بعدها للتبرير. لا، بالنسبة لفنلندا والسويد هذا موضوع لا أعتقد بأنه يستحق التركيز عليه نظرا لغياب أي مشكلة في العلاقات بين روسيا وكل من فنلندا والسويد حتى يعني التطورات الأخيرة المتعلقة بانضمام هذين البلدين أو نياتهما الانضمام إلى حلف الناتو وموافقة تركيا، وهذا هو ربما أهم شيء بالنسبة للتطورات المحيطة بهذا الأمر على انضمامهما إلى الناتو. بالنسبة لروسيا دائما كانت تقول إنها ليس لديها أي مشاكل مع فنلندا ولا مع السويد فيما يتعلق بالأراضي. هذا مجرد مثال، ولا إن سمحت لي لا نريد أستاذ يفجيني التركيز على هذا النموذج، أنا ذكرته من باب إيراد الأمثلة، وأيضا مرة أخرى أقول السقوف العالية بأن على أوكرانيا أن تستسلم بالكامل، أليس هذا الموضوع يمكن أن يكون محرجا للروس خصوصا إذا ما حقق الأوكرانيون تقدما بدعم من الغرب؟ أولا لا أعتقد بأن الأوكرانيين يتمكنون أو سيتمكنون من إحراز تقدم بدعم من الغرب، لأن أي تقدم يمكن أن يكون واقعيا فقط إذا تمكن الأوكرانيين من التفوق على الجيش الروسي جوا ومدفعية وذخائر وغير ذلك وحتى مستوى التدريب، وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث لا سيما خلال فترة قصيرة، وروسيا تستفيد من نقص الوقت لدى الجيش الأوكراني لإحداث ربما أو تحقيق تقدم وتحول حاسم في سير المعارك. بالنسبة لشروط الاستسلام، روسيا دائما كانت تصر على أنها كانت جاهزة للاتفاق مع أوكرانيا بعد عدة أسابيع من بداية العملية العسكرية، وأوكرانيين كانوا قريبين جدا على قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق والتفاهم مع روسيا، ولكن موسكو ترى أن تدخلا أجنبيا خارجيا وتحديدا أمريكيا في هذا الأمر منع أوكرانيا من التوصل إلى تفاهمات مع روسيا في تلك الفترة التي كانت في ذلك الوقت الخسائر ما لم تكن فادحة، وكان من الممكن تجنب أسوأ السيناريوهات التي نراها اليوم في سير المعارك التي تودي بحياة العديد من الجنود من الطرفين. سأنقل هذه النقطة إلى الدكتور حسني. دكتور حسني، هنا الروس يريدون استسلاما مذلا للأوكرانيين، الغرب يريد حرب استنزاف طويلة للروس ليغرقها في هذا المستنقع، وأوكرانيا تضيع بين هذا التطاحن من هذا الطرف ومن الطرف الآخر، والكل يعرف أن أمرها ليس بيدها لتقول نعم أتفاوض أو لا أتفاوض. صحيح، يعني الآن القرار يعني تجاوز أوكرانيا، لكن تبقى هناك مساحة يعني مهمة جدا من حرية اتخاذ القرار، ولا يمكن أعتقد للغرب حتى الحلف الأطلسي أن يفرضوا أي رأي. هناك تفاهم، هناك تجاوب، ونسمي الأسماء بمسمياتها. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تقريبا راعي لهذه الحرب وتبنت هذه الحرب. أما بالنسبة لسؤالك، يعني يمكن الإشارة إلى نقطتين للإجابة على هذا السؤال. أولا، روسيا يعني معروفة كأي دولة في النهاية لديها براغماتية في العلاقات الدولية، فهي صحيح طالب بالاستسلام، لكن هذا ما نسميه في العلاقات الدولية بموقف تفاوضي وليس موقف مبدئي، يعني يمكن تخفيض سقف المطالب. النقطة الثانية، الأوكران يعتقدون وهم كذلك يتقاسمون مع ضرائب مع الغرب، أن حتى يعني إذا استطاعت روسيا وهي لديها القدرة العسكرية أن تسيطر على منطقة الدنباس كاملة وكانت تريد ذلك، لكن ستبقى مشكلة، يعني ستشن حرب عصابات، ستكون هناك معارضة شديدة قوية جدا، يمكن أن تستنزف القوات الروسية، يعني لابد من تواجد عسكري دائم
مستمر بكل أشكاله اللوجستية وكذلك العسكرية يعني للسيطرة الكاملة. ولماذا لا يكون السيناريو معكوس دكتور حسني؟ مثلا في القرم لم يحدث هذا السيناريو الذي تتحدث عنه الآن، احتلت من قبل الروس وانتهى الأمر. صحيح، يعني تمت عملية انتخابية، تم هناك استفتاء وبسط الأمور. الغرب، ولذلك الغرب الآن مصمم أكثر من حالة شبه جزيرة القرم. هو كان يعتقد بأن روسيا في النهاية ستكتفي بضم شبه جزيرة القرم، ثم أن هناك عناصر أخرى تاريخية وقانونية تعطي لنقل شرعية بين مزدوجتين لروسيا. والغرب يعني حفظ الدرس، وبالتالي لا يريد إعادة نفس السيناريو. هو يقول فرطنا في شبه جزيرة القرم لأننا لم نكن حازمين مع روسيا، هذه المرة سنكون حازمين. أستاذي يفجيني، ربما هذه هي النقطة التي تمنع أي فرص للتفاوض الأوكراني من موقع ضعف. هم يريدون الحرب ويعتقدون أنها الحل الوحيد للتفاهم مع الروس، لأنهم يعتقدون أن في عقل الرئيس بوتين أكثر من مسألة التفاهم مع الأوكرانيين، هو يريد إسقاط النظام، يريد احتلال كل أوكرانيا وحتى عينه على بقية الدول. وفي الغرب يشبهون تحركات بوتين الآن بتحركات هتلر أيام الحرب العالمية التي مضت عليها عقود. أنا لا أعتقد ذلك، لأن الحديث يدور عن شروط ربما تقبل به أوكرانيا عندما ترى أن التطورات على الأرض مباشرة تتطور ليس لصالحها، مهما يعني كثرت إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. هذا أولا. ثانيا، أعتقد بأن التعب أو الإرهاق من الحرب قريبا سيشعر به جميع اللاعبين الدوليين، سواء ممن يساعد الأوكرانيين بالسلاح أو يقف معهم من خلال التصريحات والبيانات وغير ذلك من الإجراءات التي لا أهمية لها في الواقع بالنسبة للتطورات الجارية. نعم، الروس لا يتعبون أم هم حالة استثنائية؟ لم أسمع السؤال، عفوا. تقول سيتعب الداعمون وسيشعر بالإرهاق الجميع، من يدعم أوكرانيا. ماذا عن الروس؟ لن يشعروا بالإرهاق وحجم المعارك وحجم الخسائر وحجم الخسائر في البشر والمعدات العسكرية؟ لا طبعا، وبالتالي أنا أعتقد بأن التطورات المقبلة سوف تكون ربما متسارعة أكثر مما كان عليه من قبل. بالنسبة للإرهاق، حتى الرئيس الروسي يدرك ذلك، فهو أمر إلى وزير دفاع روسيا اليوم بضرورة منح الفرصة للجنود والعسكريين الذين شاركوا في تحرير والسيطرة على مدينة ليسيتشانسك فرصة للراحة للاستراحة بعد هذه المعارك القاسية. طيب، وبالتالي روسيا تدرك ذلك وتدرك أهمية وخطورة هذه المشكلة، وأعتقد بأنها ستسعى مستقبلا وربما في المستقبل المنظور لتقليص فترة العمليات العسكرية بأقصى قدر ممكن، لا سيما على ضوء التصريح الذي أدلى به مؤخرا الرئيس الروسي، حيث قال إن الهدف الأساسي والنهائي لهذه العملية هو تحرير منطقة دونباس. نعم دكتور حسني، هنا أمام شخصية وكاريزما الرئيس الروسي الذي يبدو مصرا لا يتراجع عن تحقيق أهدافه مهما كلف الثمن، فارق القوة الهائل بين الطرفين المتحاربين، خسارة المدن الأوكرانية واحدة تلو الأخرى لصالح الروس، ألا يمكن أن يعيد الحسابات الغربية، يضبطها من جديد لربما طرح مقاربة منطقية بدل الحديث عن الدعم والدعم المفتوح والمطلق؟ أنا أعتقد أن الرئيس بوتين إذا غير من مقاربته سيجد آذانا صاغية في الغرب، يعني بدءا حتى من ألمانيا التي هي البنك الأساسي لهذه الحرب والولايات المتحدة، ربما الولايات المتحدة لكن أقل، سيجد فرنسا التي منذ البداية قالت يجب عدم إذلال روسيا. لكن أنت كما قلت، بالنسبة للحرب في أوكرانيا أصبحت هي الورقة الوحيدة المتاحة الآن للرئيس بوتين، ولابد أن يجد فرص أخرى، يجد بدائل أخرى، ليس فقط الحرب. يعني اللعبة الصفرية في النهاية مكلفة للجميع، وأنت أشرت إلى الإرهاق، أعتقد أنه فاتورة الحرب هي أكثر كلفة على
روسيا منها ما على الدول الأوروبية والأطلسية، باعتبار أن في الدول الغرب هناك تقاسم للأدوار بين أكبر دولة في الحلف الأطلسي وهي الولايات المتحدة ودول أخرى غربية تدعم عسكريا وماليا. ولا أعتقد كذلك أن روسيا لديها ذلك النفس الطويل الذي سيمكنها كذلك من الاستثمار العسكري وكذلك الاقتصاد، ورأينا ونرى الآن النتائج الاقتصادية، خروج تقريبا كل البنوك من نظام المبادلات وعزل روسيا، محاولة الغرب عزل روسيا من الصين، تهديدات يومية ضد الصين من أجل أن لا تدعم وأن لا ترسل معدات مهمة متطورة لروسيا. إذا استمر هذا الخناق على روسيا فأعتقد من الصعب جدا على الرئيس بوتين أن يستمر في خيار واحد، ولابد له كذلك من خيار ثاني أو ثالث دون أن يفقد في النهاية ماء الوجه. شكرا جزيلا لك من جنيف عبر سكايب الدكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وأيضا شكرا إلى ضيفنا من موسكو السيد يفجيني سيدروف الباحث السياسي.